يا فهد ابيك تقنع البنات كلهم انهم يكشفون. قاعد توترني انت، وش السالفه؟ اكشفوا؟ والله ما اقدر يا شيخ. اوكي. ليه؟ تقول كذا العالم اكشف؟ لا تتورطنا انت. اساعدهم انا. غير زود كلمه، زود كلمه قبل. وراي زواج، وراي كذا شذي. لا لا بس ليش ادخل في الموضوع هذا؟ الا قايلين لك افهم الشعر. اي بس مو بكشفي. كم واحد بيطلع معنا؟ كل اللي تعرفهم وقاطعين ومبدعين هالايام. بس بتسوون لها يعني؟ اي معلش اوكي يعطيك العافيه. اي اكشفي. بس اني خايف شوي. عسل على عسل، لا تخاف. كل معانا، كل العيال طالعين. معليش معليش معليش، الموضوع هذا فيه خراب بيوت. هذه رياح تغريب انا عارفها بدايتها كذا. اكشف. لا 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 ما اشارك فيها. كل بنت تسوي. ليش؟ ما هو بالطريقه ذي يعني. اكشفي، ترى المجتمع ما يرحم والله. يا اخي انت تدخل نفسك كذا في معترات مره، انت تجيب نفسك الكلام. ترى انا لو قدرت شيء في اسلوبك بس شفافيتك وانك جاي على طول كذا اكشف وبس. بس عيب ترى قاعد تقولها. اختي في الله اكشفي. وش اللي تصدقون؟ ما يهمني، ما يهمني يا شباب، ما يهمني. لا تعطوني يا سامي. ما بي لا ما بدخل نفس المواضيع ذي. ماني مقتنع ابد الفكره هذه، ما دخلت مزاجي. معلش. لا 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 معلش، نعتذر يا استاذ. اوكي اعتذر. ما سام كيف، وين بابكم؟ السلام عزيزتي. اكشفي. لا يا ابوي والله ما يمديني، معليش انا ما اقدر. يا محمد اخواتي العزيزات، نبغاكم تكشفون عن سرطان الثدي. هذا هو من هو يا اخي. يا الله يا سرطان الثدي، لان الفحص المبكر يساعد في علاج المشكله. يا سلام يا سلام، من اول صح كذا.